ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقيام جماعة الحوثيين في اليمن بتشكيل ما سمي حكومة إنقاذ وطني، واصفا هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية ويمثل امتدادا للنهج الانقلابي الذي لا يريد الحوثيون التخلي عنه. تأتي هذه الخطوة بينما يسعى المبعوث الدولي إلى إيجاد صيغة توافقية للحل في اليمن. فيما يواصل المبعوث الدولي إسماعيل الدشيخ مساعيه لإيجاد حل ينهي الأزمة في اليمن، يضع الإنقلابيون مزيدا من العصي في عجلة هذه الجهود. في خطوة استفزازية أعلن ما يسمى المجلس السياسي للإنقلابيين في صنعاء تشكيل حكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور تتكون من 42 حقيبة وزعت مناصفة بين حليفي الإنقلاب المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح، وأسندت حقائب الدفاع والداخلية والخارجية لأنصار المخلوع صالح، فيما أسندت وزارة المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي لجماعة الحوثي، فضلا عن حقائب التربية والتعليم والإعلام والعدل والشؤون القانونية. الرئاسة اليمنية قالت إن إعلان ميليشيات الحوثي وصالح حكومة في صنعاء يؤكد الزيف المتمردين في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي وإصرارهم على تعزيز نهجهم الإنقلابي وتدمير أي خطوة ممكنة للحوار والسلام. وشددت الرئاسة على أن كل من اشترك في الخطوات الإنقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجانا أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلون في العملية الإنقلابية، وسيتم متابعتهم قانونيا على الصعد كافة وضمن التعاون الإقليمي والدولي. من عدن معي دكتور محمد العامري مستشار رئيس اليمني. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. إذا جاء رد الإنقلابيين على وساطة ولد الشيخ بإعلان الحكومة، موقفكم موقف شرعية من تشكيل الإنقلابيين لحكومة غير شرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور. هذه الخطوة ليست غريبة بالنسبة للإنقلابيين، وهي نتيجة طبيعية لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها هذه الجماعة لتدمير أي فرصة للسلام. نعم. هذا التشكيل الجديد الذي أعلنت عنه هذه الجماعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الدولي قد ذهبت أدراج الرياح تماما، لأنه جاءت هذه الخطوة في سياق إغلاق الباب أمام الفرص الأخيرة التي تبذلها الأمم المتحدة. من جانب الحكومة في الحقيقة نحن لم نستغرب على الخطوة، إنما الشيء العجيب الشيء المستغرب هو تمادي المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرهم مع هذه الفئة الانقلابية التي كان يفترض بل كان يجب أن يكون المجتمع الدولي حازما وصارما. نعم. مع هذه الخطوات التي سبقتها خطوات أخرى يعني من هذا القبيل، تشكيل المجلس السياسي، الإعلان الدستوري، تشكيل اللجان الشعبية، كلها خطوات انقلابية. صحيح، وتوحي بأنه دائما بأنه في يغردون خارج السرب. بالخليج يوجه لإدراج جماعة الحوثي على لائحة الإرهاب، في توجه خليجي إلى هذا الموضوع. إلى أي درجة مهم هذا الموضوع؟ وبمقابله ما نتكلم عنه من إعلان تشكيل حكومة غير شرعية هذه في صنعاء، ماذا يقول لنا هذا؟ ماذا نفهم منه فيما يتعلق بالصورة العامة للموضوع اليمني وما يحدث فيه؟ نعم، ما قامت به هذه الفئة العصابة الإنقلابية من جرائم بحق الشعب اليمني وحصار وتدمير ونسف للبيوت والمساجد وغيرها إن لم يكن إرهابا فما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو إزهاق أرواح الناس بغير حق، وهؤلاء يفعلون ما تفعله العصابات الإرهابية وأضعاف أضعافه. ما ذكرتموه يعني في الحقيقة يعني يؤكد أننا أمام عصابة إجرامية تتجه إلى تدمير اليمن، تتجه إلى إدارة الصراع بصورة طائفية، ترفض كل مسار يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أي سلام في المنطقة. هي خطر، هي ذراع، هي آلة تنفذ
أو تقدم تسهيلات لأجندة خارجية. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة من عدن دكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني.